بالطبيعة اليوم عندنا حملة من نلقاها سيدة ريسيتي ما عادش وقت وخرنا برشا، دونك احنا قاعدين نساهموا من ناحيتنا كمجمع كونكت بيان سور باش البرنامج الطاقي اللي هو البلان سولير نقدموا فيه، وراهو معناها وخرنا فيه برشا بارابور كل جل دول العالم، رغم اللي عندنا الخبرات، عندنا شمس، عندنا كل شيء متوفر ما عدا العزيمة. نطلب من كل المسؤولين على الدولة هذية أن مش نقول لهم راكم تروز اون روتار، وخرنا 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 كما يقولوها كالمثل دار البيم وفاء، دونك ما عادش وقت. اي سي بور سيت ريزون احنا اليوم نقولوا سيب التريسيتي من الطاقات المتجددة. اليوم لما نقولوا تونس للأسف الشديد اللي هي تمتاز واللي هي بدأت البلان سولار من 2015 قبل برشا دول، الدول الكل سبقتنا وفاتتنا حتى جيراننا في الأفريق في كل دول العالم، احنا مازلنا متأخرين برشا برشا برشا، دونك هذاك علاش توا لزمات الكل في إطار اللزمات لازم تتسيب، في إطار التراخيص تتسيب، الإنتاج الذاتي يتسيب، وهذاك علاش الناس كل يلزمنا نقفوا لبلادنا هذه باش نجم نطورها خير ما يصير لنا كما صار في 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 لوكا في لبنان. شوفوا اليوم لبنان معناها تقص عليها الغاز الناس ولا تبلاش دو. احنا ديسي 2030 لوبجيكتيف اللي هو 35% ديال الانرجي رينوفابل يلزم يتحقق، وصلنا ل 3%، المفروض رانا في 50% نحوسوا اذا حبينا واذا منا العزيمه. دونك سيرت بلي مشاكل الكل كسوا مع نقاط ستيك ولا غيرها ولا غيرها لازمها تقعد على الطاوله والناس كل تاخو حل مع بعضهم ويحلوا هالمشكله لو بلي رابيدمون بوسيبل، سينو باش نقعدوا متاخرين برشا، وهذاك هو معناها لوبجيكتيف نتاعنا اليوم في الكونفيرونس دو بريس اللي باش نعملوه 22 جوان 2022. ستنطلق حمله سيد تريسيتي معولين على المواطن، معولين على الميديا، معولين على الدوله، معولين على وزاره الطاقه، معولين على خيانه زاد كوادر ستيك كذلك اللي هم كل، وان شاء الله نوصل الناس كل مع بعضنا، بارك الله فيكم.